بدون شك احنا مفردة واحدة مؤسسة واحدة من الجبهة اشتركت بالانتخابات، والجبهة اتخذت قرارا لا تشترك بالانتخابات بسبب ظروف الانتخابات وبسبب التسلط وبسبب الفساد وبسبب الدمار وبسبب الخربطة اللي سوتها المفوضية، ولهذا احنا رفضنا ان نشترك بالانتخابات. ومن هذا المنطلق لم نترك العملية السياسية ولن نترك السياسة، وإنما خدمتنا للشعب العراقي ستستمر. ولهذا احنا اتجهنا بعد ان شفنا الامور اخذت طابع شخصي ونزاعات شخصية، هذا يرضى وهذا ما يرضى وذاك يقبل وهذا ما يقبل، اتجهنا باتجاهين. الاتجاه الاول هو اعداد خارج الطريق للحكومة المستقبلية مهما تكون هاي ومن تكون هذه الحكومة، ما علينا بيها. أقلها خلي يصير حديث على برامج، ليش بس حديث على أشخاص؟ وثانيا سعينا ولا نزال طبعا بالاتصال ببعض القيادات السياسية المهمة أن نختصر بعض الأمور ونرجع نعيد التجربة توحيد الصف الوطني. لكن أحكي لكم شيء، يعني هذا كله سيبقى حبرا على ورق ما لم نتخلص من الفساد ومن المحاصصة ومن الطائفية السياسية. لن نمضي قدما إلى الأمام أبدا، ولا العراق سيمضي إلى الأمام إذا هذه استمرت الأمور. إذا المبادرة تكونت من فرعين رئيسيين، فرع يتعلق بالخارطة السياسية يعني ميثاق المشروع السياسي للحكومة القادمة والإشراف على المشروع السياسي. المشروع السياسي طويل راح نوزع عليكم. الإشراف على المشروع السياسي هو من طبعا من مجلس النواب ومن القوى السياسية الأخرى اللي تخدم العراق، تخدم العراق وهدفها خدمة العراق وهدفها المرور بالعراق من هذا الموقع الخطير اللي هي به الآن العملية السياسية إلى موقع تصلح العملية السياسية وتكون عملية لكل العراقيين من دون استثناء. هذا الحقيقة هو هدف التحرك الأول، وهذا اشتركوا بوضع البرنامج السياسي ناس قديرين، منهم واقفين ويانا هنا ومنهم موجودين هنا من الجبهة ومن النواب والنواب السابقين، لأنها ما اشتركنا بالانتخابات. وهذه ستوزع عليكم، هذا حتى شكرا. هذا من جانب آخر أيضا، احنا شفنا أنه الأمور أصبحت يعني ملاسنة بين الأطراف السياسية. احنا بدون أن يكون لنا واهس ولن نشترك بهذه الحكومة، لكن احنا حريصين على العراق وحريصين على البلاد وحريصين خاصة في ظروف مأساوية تمر بها المرحلة الحالية تمر بها العراق. لهذا احنا قررنا انه ندعم التحرك الهادف لاستقرار العراق ولتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وأيضا يعني وضعنا ملاحظات أساسية في كيفية التصدي لهذا الأمر. فالأمر نقطة التحرك الآن هي تقوم على ما يلي. أولا احنا خلي يصير اعتراف بأنه سماحة السيد مقتدى الصدر يقود الكتلة الأكبر عددا، خلي هذا القرار وخلي هو يختار رئيس وزراء، لكن على التيار التنسيقي او الاطار التنسيقي ان يوافق على الاختيار مع المقتدى الصغير. هذا جانب مهم احنا نعتقده. وثانيا ايقاف التراشق الاعلامي والى اخره والاتهامات المعاكسه. وثالثا يكون الطرف كل الاطراف اللي شاركت بالانتخابات اجزاء من مجلس النواب ويساهمون سواء مع الحكومة أو ضد الحكومة بس داخل مجلس النواب. احنا بالنسبة لنا ما عدنا في مجلس النواب، الآن بدأ يجون ناس مستقلين يطلبون الانتماء إلى الوطنية اللي هي ساهمت بالانتخاب
على مسؤوليته. احنا الجبهة رفضنا الانتخابات ورفضنا الاشتراك بالانتخابات. وطبعا الوزراء يجب ان يتم اختيارهم وفق الكفاءة، مو وفق المحاصصة، وفق الكفاءة والامكانية والنزاهة، وايضا اشراك من هم خارج من النقابات والاتحادات بالوزارة، وايضا من المتظاهرين السنيين بالوزارة الجديدة اللي تتشكل. أن لا تصير مقفلة بس على الناس اللي موجودين بالعملية السياسية الآن أو الناس الموجودين بالمجلس النيابي الآن.